مرحبا، اليوم رح نعمل معكرونة بالكوسة والكباب. كباب يعني إذا كان في عندكم كباب بضل من وقت، يعني من قبل بيوم كنتوا شاويين، أو ممكن تعملوا اللحمة على شكل كباب وتكوروها وتشوها بالفرن. رح نحتاج معكرونة، أي نوع معكرونة متوفر عندكم مش مشكلة. في عنا كوسة حوالي، إذا كوساي كبيرة زي اللي أنا استعملتها وأفرجيكم إياها، زي هاي اللي استعملتها أنا كوساي كبيرة، أو ممكن تستخدموا أي نوع كوسة. إذا صغير بتستخدموا يعني بدكم حوالي كيلو كوسة. كباب حوالي يعني نص كيلو كباب، بصل مفروم، تومة مدقوقة حوالي 4 سنون، بصل راس صغير. في عنا هون بهارات إيطالية اللي هي عبارة عن روزماري وريحان وزعتر مطحونين مع بعض، ملح. في عنا التشيلي بيبر اللي هو الريد بيبر هذا الحار. في عنا صوص بندورة أنا مستعملة هون، فيكم تستعملوا بندورة عادية، صوص بندورة أنتوا تعصروها يعني. وفي الفلفل بطنجرة بنحطها على النار زي هيك، بنحط فيها زيت زيتون حوالي 3 معالق كبار، نص كمية البصل، نحط التومة، نص كمية التومة كمان، نرش رشة ملح صغيرة عشان ندبل البصل، فلفل، فلفل أسود حسب الذوق يعني، هذا لأني بدي أحط كمان فلفل حار ثاني، فلفل فليكس حوالي نص معلقة صغيرة، وإذا بتحبوا حار بتحطوا أكثر. هلأ رح ندير الكوسة، نعمل الكوسة بالأول. طبعا الكوسة بتقطعوا تخمير شوي عشان ما يدوب. هلا بعد ما حمصنا الكوسة شوي ودبل بنشيله نحطه بصحن. نحط شوية زيت والبصل اللي ضل عنا نفس المقلاية والتومة اللي ضلت عنا، نحمصهم على النار ليذبل البصل. هاي الأكلة سهلة وسريعة وكتير طيبة، والكوسة كتير مفيد كمان، وهيك بتستفيدوا من اللحمة المشوية اللي بتكون باتت عندكم يعني. هلا بعد ما دبلت البصلة بحط اللحمة المشوية، بس تشويحة بسيطة حتى تأخذ بس من نكهة البصل.
الكباب المشوي اللي عندي. هلا بحط مية البندورة اللي عندي. طنجرة فيها مي على النار مع شوية ملح، بنخليها لتغلى، بعدين بنحط المعكرونة مشان نسلقها. طبعا مية البندورة لما بتحطوها بتبلش تغلي، لما بتبلش تغلي بتعدوا لها نص ساعة عشان تتسبك. هلا بعد ما تسبكت البندورة وكل شيء تمام، بدي احط الكوسة اللي طبخته انا قبل شوي فوقها عشان يتشرب من طعمة مية البندورة. بدي احط بهارات الايطالية اللي هي زعتر وروزماري وريحان ناشف. هلا المعكرونة سلقت مزبوط طولها هيك رحب. بحطها فوق الصوص. حطينا المعكرونة مع الصوص تطبخ شوي صغيرة حوالي 5 دقايق، بعدين بدي احطها بالصينية واحمرها بالفرن لانه كل شيء خلاص صار مستوي. يعني طبعا فيها ريحة تدخين لانه الكباب اللي محطوط مشوي على الفحم، في ريحة تدخين. يعني بنرش على الوجه شوية برمجان تشيز، تقدروا تحطوا موزاريلا كمان اذا بتحبوا. بنحمرها بالفرن. وهاي المعكرونة تبعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شوفوا كيف محمرة وشكلها بشهي. هلأ رح أدوق. كتير كتير طيبة بتشهي. طعمة الكوسة مع البهارات التليانية مع التدخين اشي كتير طيب. بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم الوصفة بتضغطوا لايك وسبسكرايب حتى يوصلكم وصفات جديدة. باي باي.